حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، اللمسات الأخيرة لقانون الموازنة تدخل متاهات الخلافات ومقاطعة جلسات تصويتها، هذا ما صرح به نواب محافظات الوسط والجنوب كورقة ضغط لتعديل استحقاقات محافظاتهم في الموازنة العامة، إنصافا لما تسهم بإنتاجها الواضح في تغذية الاقتصاد وكذلك المشاريع المتلكئة والمتوقفة منذ مدة طويلة تنتظر المستحقات المالية لإدخالها في طور التنفيذ والمباشرة. لكن يتفاجأ نواب تلك المحافظات بعدم كفاية المستحقات المالية لهذه المشاريع ولا تسد احتياجاتها، لذلك ذهبت الموازنة أو سبت الموازنة يخفي مفاجآت ربما يتم التمرير أو التعديل في موازنة 2023. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فأن إجازة حزب البعث المحظور بقوانين الدولة العراقية لم يكن لها حيز الوجود عند الجار، فمركز قرار عمان قد اتخذ أو اتخذ القرار ومنح الحزب المقبور فرص مزاولة النشاط السياسي ولم يقم لمعاناة العراق أي اعتبار وتجاهل ما تختزن به الذاكرة من جروح نازفة وصور مذابح دامية ومشانق شاهدة. ومن منطلق الإنصاف، دعت القيادات السياسية والشعبية المملكة الهاشمية لمراجعة تأشيرة العودة التي منحت للمسار الدكتاتوري، لما يعد الأمر استهانة بسجل التضحيات وإضرار بطبيعة العلاقات. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة ونرجو أن تبقوا معنا. إذن مشاهدينا، سبت الموازنة ينتظر إنهاء الجدلية القائمة داخل القبة التشريعية، فبعد أشواط التأجيل الموازنة توضع على جدول أعمال جلسة البرلمان مع ترقب الشارع لإقرارها، مع الاستحقاقات الكاملة للمحافظات التي لم يتم إنصافها في مستحقاتها. نتابع هذه التفاصيل مع الزميلة نهى الشمري. مجريات الأحداث تتجه نحو المطالبة بإنصاف محافظات الوسط والجنوب في الموازنة العامة من خلال مواقف نواب تلك المحافظات بضرورة وضع المعالجات لمستحقاتهم التي لا تتناسب مع حجم احتياجاتها وكذلك مساهمتها في الإيرادات الاقتصادية للبلد الذي يتغذى على إنتاجها النفطي والزراعي، فما زالت الموازنة تنتظر قشة الاتفاق لتمريرها بتوافق نيابي. اليوم نلاحظ للأسف الشديد هنالك خلاف واختلاف ما بين الكتل النيابية في سبيل انضاج قانون الموازنة، ما بين المحافظات الجنوبية والوسط وأيضا مع محافظات الإقليم، كل يبحث عن مصالح جمهوره ومصالح محافظاته، وهذا شيء طبيعي يعني لا خلاف عليه، ولكن احنا بالمحصلة النهائية نبحث عن مصلحة وطن ومصلحة الشعب بمجمل فئاته ومكوناته. لغة الأرقام ربما هي الفيصل هذه المرة لتمرير الموازنة من خلال التعديل عليها وفق المطالبات النيابية. فعلى جدول أعمال جلسة البرلمان يوم غد التصويت على الموازنة مع جدلية تعديلات استحقاقات المحافظات المغبون حقها كما يصفها المراقبون بتوقعات عدم التمرير ما لم تنصف جميع المستحقات. يجب أن يكون هنالك توزيعا عادلا بالنسبة إلى الموازنة بين المحافظات، فلا ممكن بأنه تهميش محافظات الوسط والجنوب على حساب محافظات أخرى من أجل التراضي. دائما أن المحافظات الجنوبية والوسط وهي محافظات يعتمد الاقتصاد العراقي عليها كثيرا، ولكن للأسف تكون هنالك تهميش والإيرادات قليلة وخاصة المحافظات الجنوبية. كل المواطنين ينظرون إلى أعضاء مجلس النواب بنظرة أبوية لإقرار الموازنة، وذلك لعدم تعطيل المشاريع وخصوصا المشاريع الخدمية مثل الجسور والمستشفيات والتعليم. هذا دليل واضح، عدم اتفاق بينهما سوف يعطل الموازنة إلى شعار آخر. فجدل الاستحقاقات ما زال يتصدر موقف التصويت للموازنة ومصيرها المجهول في مشهد مربك بين التمرير والتعطيل وحسم التعديلات الاستحقاقية للمحافظات المطالبة بذلك لتقف على صف واحد مع بقية المحافظات في البلد. نهى الشمري، الأيام. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، ولي الجدال والحديث عن ملفات أو الملف الأول من حصادنا نرحب سوية بضيوفنا الكرام بصوت وصورة من بغداد، الكاتب والصحفي الأستاذ هادي جلو مرعي. أهلا بكم سيد هادي. أهلا. وكذلك الترحيب ب
عضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد أحمد الهركي ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من السليمانية. أهلا بكم سيد أحمد، وأيضا سيكون معنا مباشرة عبر الهاتف عضو اللجنة المالية النيابية النائب معين الكاظمي. وأبدأ معك سيد هادي، يعني الموازنة تأخرت كثيرا وهذا شيء معتاد، لكن في هذه الدورة تحديدا سيد هادي يعني هناك حالة توافق سياسي لم تشهد لها الدورات النيابية السابقة، هذه حالة التوافق ليش ما انعكست إيجابيا على عملية التصويت أو عملية إنتاج هذه الموازنة؟ نعم، شكرا جزيلا أستاذ بشار لكم ولقناتكم الكريمة ولجمهوركم الكريم. وأعتقد أن التوافق السياسي انعكس على واقع الشارع العراقي، هنالك استتباب أمني والحمد لله، وهنالك استقرار في حركة الناس وشعور بالبهجة والرغبة في الحياة على العكس من سنوات عديدة مرت في هذا البلد بعد العنف والاحتلال والمشاكل السياسية والاقتصادية والفساد وحتى القضايا التي تعلقت بإرهاصات الطائفية وبعض المشاكل التي طبعت الحالة العراقية بعد عام 2003. الآن مظاهر التوافق السياسي واضحة تماما، وهذا التوافق أيضا كان سببا في تشكيل حكومة السيد السوداني التي بدأت تخطو بخطى واثقة لتحقيق مكاسب أساسية على الأرض وفي مجالات عدة اقتصادية وسياسية وأمنية واجتماعية وكذلك خدماتية. وواضح تماما أن الموازنة هي جزء من حالة السياسة في العراق، لأن هنالك غالبا ما يكون نقاش بين القوى الكردية وحكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد والقوى السياسية الفاعلة. جرى الحديث عن أن هنالك مطالب لإقليم كردستان وأن الحكومة العراقية لبت هذه المطالب وأن هنالك تفاهمات إيجابية حصلت بين أربيل وبغداد على مستوى رفيع بين قيادات سياسية وكذلك في مجال الحديث عن تشكيل الحكومة وأيضا فيما يتعلق بالأموال المخصصة لإقليم كردستان ورواتب الموظفين والبيشمركة وإدارة المنافذ وقضايا النفط والمناطق المتنازع عليها والتصدير. وكان ذلك كله يمثل عامل إيجابي ليس فقط لتمرير الموازنة وإنما للاستقرار السياسي أيضا. الآن هنالك مطالب لإقليم كردستان، نعم صحيح، في موضوع الموازنة و هناك مطالب لنواب في الوسط والجنوب، وهناك حديث عن مطالب لنواب من السنة في قضايا تتعلق ليس بالضرورة بالقضايا المالية وقضايا إعمار المناطق المحررة، وإنما حتى فيما يتعلق ببعض المناطق التي كانت تشهد عمليات عنف وعمليات إرهاب. وذلك أيضا يسترعي انتباه الجمهور، وأيضا يمثل مطالب للجمهور سواء كان عنده المواطن الكردي في إقليم كردستان أو المواطن العربي في الأنبار أو في مدينة ميسان أو في البصرة أو في صلاح الدين، وهذا حق مشروع لإخواننا الكرد ولإخواننا العرب السنة ولإخواننا العرب الشيعة ولكل المكونات التركمان والإيزيديين والصابئة سواء كانت مكونات قومية أو طائفية أو دينية. لكن اللي آخر يمكن هذا الموضوع، كانت هناك خلافات مثلا مع نواب محافظات الوسط والجنوب سيد هادي، نعم، يعني بينما يحاول البرلمان أو اللجنة المالية والقيادات السياسية يحاولون إرضاء نواب المحافظات الجنوبية والوسط، أيضا ظهرت خلافات من قبل الأكراد حاليا وبقية أعضاء اللجنة المالية. طبيعي استاذ بشار، هذا طبيعي في السياسه، ممكن اكو اتفاق مسبق. نعم، لاحظ انه النواب الذين يمثلون مناطق الوسط والجنوب، هؤلاء جاءوا عن طريق صناديق الاقتراع ولديهم جمهور، وهذا الجمهور يعاني من مشاكل عديده في الخدمات، في قضايا التوظيف والتشغيل والاستثمار والماء والكهرباء. نعم. وقضايا تتعلق بالحياه الطبيعيه لكل مواطن، وهو ينشد سواء من عضو مجلس المحافظه او من النائب في البرلمان الاتحادي تحقيق هذه المطالب، مثلما ان المواطنين في مناطق كردستان يطالبون نوابهم سواء في السليمانيه او في اربيل او في دهوك او في مناطق اخرى من الاقليم، مواطنين في صلاح الدين في الانبار في الموصل يطالبون، في مواطنين في النجف في كربلاء في السماوه في الديوانيه في البصره والكوت والعماره يطالبون، وبالتالي على النائب ان يسارع لتلبيه تلك المطالب. واعتقد انها مطالب مشروعه، لانه الناس لا تطالب باشياء خارج الاراده ولا اشياء تاتي من القمر، هو لم يطلب دليفري من كوكب الزحل او دليفري من كوكب الزهره، هو يطالب من السلطه الاتحاديه في بغداد ان تراعي مسائل الخدمات والحاجات للتوظيف والحاجات التي ذكرناها، وبالتالي هذا امر مشروع. لكن على البرلمان وعلى الحكومه وعلى القوى الفاعله في النظام السياسي
أن تحدد استحقاقات كل منطقة وكل محافظة وعدد السكان، وهذا أمر يحتاج إلى نوع من النقاش. نحن لا نريد لهذه الخلافات أن تذهب باتجاه هذا النوع من النقاش، يعني أخذ وقت طويل يبدو. فليذهب بهذا الاتجاه، ولكن لا نريد لتلك المشاكل ولا لتلك الخلافات أن ترقى إلى مستوى التصعيد العالي الذي يعطل العملية السياسية ويعطل إقرار الموازنة. لا أعتقد أن الأخوة الكرد ولا الأخوة السنة ولا الأخوة الشيعة يريدون تعطيل الموازنة. خلينا نأخذ رأي الأخوة الكرد. سيد أحمد، يعني خلافات في اللجنة المالية وانسحاب من اجتماعاتها، هذا ما خلفتها خصوصا يمكن اعتراضاتكم على المادة 13 والمادة 14 أو المتعلقة بمخصصات إقليم كردستان، هل ستقلص هذه الخلافات من مساحة الوصول إلى اتفاق آمن للموازنة ووصول الموازنة إلى مجلس النواب أستاذ أحمد؟ يعني فيما يخص في البداية أستاذ بشار، تحية لحضرتك المشاهدين الكرام. فيما يخص ما حدث يوم أمس في اللجنة المالية، يعني هناك تباين بين القوى السياسية الكردية، كان هناك انسحاب لأعضاء اللجنة المالية من الحزب الديمقراطي وعددهم 2 وعضو من الاتحاد الإسلامي الكردستاني. أما الاتحاد الوطني الكردستاني فعضوها في اللجنة المالية، فهي قامت بالتوقيع على مقترح تعديل يعني تعديل بعض بنود الموازنة. يعني بصراحة الآن العلاقة بين الاتحاد والديمقراطي، نعم هناك بعض التقارب الموجود، ولكن أصبح هناك أستطيع أقول عملية فصل. يعني هناك نصيحة للقوى السياسية الكردية، وأعتقد هذا الأفضل، أن لا تنتقل الخلافات والتباين في وجهات النظر في بغداد وكذلك في الأقليم على عمل حكومة أقليم كردستان. يعني هذه نصائح كانت من بعض القوى الغربية، من الأمم المتحدة وغيرها. لذلك الآن نرى أن الفريق الوزاري الاتحاد الوطني الكردستاني يشارك في حكومة الأقليم، ولكن لو تحدثنا في جزئية الموازنة فإن هناك خلافات موجودة، وهذا ظهر واضحا في ما حصل في الاجتماع الأخير للجنة المالية يوم أمس. يعني مثلا هناك بعض المطالب الموجودة وبعض التغيرات التي حدثت. الاتحاد الوطني الكردستاني او العضو داخل اللجنه الماليه راتها ان هذه التغييرات يعني هي جزئيه، ربما لا تؤثر على مجمل الموازنه. وايضا هناك جزئيه كان يؤكد عليها الاتحاد الوطني الكردستاني، وهذه نتيجه حاله عدم العداله في توزيع موارد اقليم كردستان الفتره السابقه، انه المحافظه التي لا تستطيع، يعني تحس ان هناك نوع من عدم العداله في التوزيع، فان الحكومه العراقيه تستطيع ان تتعامل مع هذه المحافظة مباشرة. ولكن في نفس الأحوال نحن يهمنا الشارع العراقي، ينتظر الموازنة، نحن نتمنى لا تؤثر هكذا خلافات، فالاختلافات السياسية من الطبيعي، ولكن نتمنى أن لا تؤثر على العلاقة بين الحزبين الرئيسيين على الأقل في هذه الفترة. وأيضا ونحن في مرحلة تأسيس علاقة بين الأقليم والمركز، أن نؤسس لمرحلة ولكن قائمة على توزيع عادل وأيضا آليات جديدة. ونحن الآن أمام تغييرات جديدة، فشركة النفط الوطنية السومو هي التي تدير الملف النفطي، وهناك اتفاق نفطي سابق. هذا الاتفاق الآن يعاني من بعض الإشكاليات نتيجة عدم تصدير النفط العراقي مثلا إلى تركيا بالآلية الجديدة، وهناك بعض الأمور المتعلقة ربما بالداخل التركي. وأيضا نفط أقليم كردستان لا يمتلك معبر آخر سوى معبر جيهان، لذلك كانت هناك جزئية وأكد عليه بعض الأخوة الخبراء في وزارة النفط انه ممكن استخدام نفط اقليم كردستان في الفتره الحاليه للاستخدام يعني داخل العراق، سواء كمشتقات نفطيه والتوزيع وغيرها. يعني اقصد هنا ال 400 الف برميل الملزمه لاقليم كردستان. لذلك نحن نتحدث عن حل، هناك اختلافات موجوده، ولكن ما يهمنا هو ان لا تؤثر الاختلافات السياسيه على قوت المواطن، سواء في اربيل، في السليمانيه، في البصره وابناء الوسط والجنوب وغيرهم. لذلك طيب، لكن سيد احمد، الاكراد عندهم مشكله انه يسلمون عائدات النفط المصدر من الاقليم الى الحكومه المركزيه، الى شركه سومو، اكو مشكله لو متفقين على هالموضوع؟ لا استاذ بشار، هذا يتعلق بالاتفاق النفطي. الاتفاق النفطي بحد ذاته فيه مشكله، لان الان الجانب التركي لا يسمح بتصدير يعني النفط. لذلك في وفق الاليه الجديده وتحت اشراف شركه سومو، نتيجه لان هناك قرار محكمة باريس أيضا يلزم الدولة التركية بدفع التعويضات إلى الدولة العراقية. وأيضا هناك موضوع، وأيضا تركيا تترك بأنه لا ليس هناك من معبر لنقل نفط أقليم كردستان سوى ميناء جيهان. لذلك هنا نعود إلى جزئية مهمة، وهي إحدى الاستراتيجيات التي يجب أن تقوم عليها الدولة العراقية، وهو في تنويع مصادر نقل النفط. لدينا الجمهورية الإسلامية شرقا، لدينا خط نقل النفط إلى بانياس السوري الذي توقف أثناء الحرب العراقية الإيرانية، وأيضا ربط نفط كردستان
وكركوك بنفط الجنوب ومن ثم يعني يذهب إلى جنوب العراق. لذلك علينا في الفترة المقبلة حتى نتخلص من ضغط الجانب التركي أن تكون هناك أمور بديلة. لذلك صانع القرار التركي يدرك هذه الجزئية، وأيضا الانتخابات التركية لها دور خاصة مع جولة الإعادة، وربما يأتي رئيس جديد، هذا الرئيس سيكون طرحه يختلف في موضوع الملف السوري والعراقي، هذا الشأن آخر. لذلك الاتفاق النفطي هو بحد ذاته موجود، ولكن الآن هناك متغيرات جديدة. اليوم كان هناك بيان من حكومة كردستان، وأيضا التباين الموجود بين القوى الكردية. أنا قلت لحضرتك هناك اختلاف موجود في كيفية التعاطي بين الاتحاد والديمقراطي. ما يهمنا أن لا تنعكس أي من هذه المعادلات على واقع أقليم كردستان، وأيضا على يعني في الوسط والجنوب، لأن بصراحة أستاذ العزيز أي خلاف سياسي وتداعياته الاقتصاديه والسياسيه هي تمس المواطن. يعني ارجع لك لهي النقطه اذا تسمح لي استاذ احمد. ارجع لك. طيب بنرحب مره اخرى بسياده النائب معين الكاظمي، اهلا بك مره اخرى سياده النائب. السبت يمكن موعد التصويت على الموازنه العامه حسب ما اعلنت رئاسه مجلس النواب، ام تعتقد انها استاذ معين قد تمتد لاكثر من ذلك بسبب وجود هذه الخلافات مع محافظات الوسط والجنوب وكذلك محافظات او مع اقليم كردستان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، احييك واحيي ضيوفك الكرام. طبعا الموازنه يوم غد سوف لا تعرض تحت قبه البرلمان باعتبار ان هناك فقرات لم يتم إكمالها، ومنها موضوع المناقلة من بعض الوزارات إلى المحافظات. ويوم غد سيكون اجتماع للجنة المالية ويستمر من بعد الظهر إلى الليل، ونأمل أن نصل إلى نتائج نهائية. فإذا تم اكتمال موضوع المناقلة وتوزيع مبالغ إضافية للمحافظات سيتم إقفال الموازنة من قبل اللجنة المالية وتقديمها إلى رئاسة مجلس النواب، ليتسنى للمجلس تحديد موعد خلال هذا الأسبوع لغرض التصويت عليها. طيب سيادة النائب، هذه النقاط الخلافية إذا لم تحسم خلال المدة المقبلة داخل اللجنة المالية، هل يعني ذلك أنها ممكن أن تقدم وحولها هذه النقاط الخلافية في جلسة تصويت قادمة؟ داخل اللجنة المالية يوم أمس تم التصويت على 67 يعني المادة في الموازنة، وكان آخرها يوم أمس مادة 13 و14، وتم التصويت وانتهى الموضوع. لا توجد هناك مواد خلافية. صحيح مادة 13 و14 اعترض عليها اثنين من أعضاء اللجنة المالية التابعين إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولكن الصياغة التي وضعت هي تمثل آلية تصدير النفط من إقليم كردستان، والذي يقدر ب 400,000 برميل نفط. والنقطة الأولى أن العقود توقع من قبل شركة سوما، وتم إجراء هذه العقود وتوقيعها مع 4 شركات تستورد من إقليم كردستان. النقطة الثانية أن إيرادات هذا يعني مبالغ النفط تودع في البنك المركزي العراقي بحساب تابع إلى وزارة المالية، ومن ثم يتم تحويل المبالغ إلى إقليم كردستان بحساب رسمي يفتحه إقليم كردستان، ويخول رئيس مجلس الحكومة مجلس الوزراء الاتحادي رئيس مجلس الوزراء الإقليم بالصرف. وهذه هي الآلية التي اتفق عليها سابقا وتم تثبيتها بشكل واضح في مادة 13 و14. طيب سيادة النائب، هذا هو نفس الاتفاق السابق، شنو التعديل اللي صار على هاي المواد 13 و14 بحيث الأكراد أو الديمقراطي مراضين بها؟ الأخوة الكرد يقولون أن إيرادات النفط تودع مباشرة في حساب إقليم كردستان في سيتي بنك، ولا داعي لذهابها إلى البنك المركزي.
بالرغم من ان هناك اتفاقات سابقه، خصوصا ان العراق يعني حصته في الاوبك 3.5 مليون برميل نفط، يصدر منها 3 مليون و100 الف برميل من ابار الوسط والجنوب، ويصدر من خلال البصره وتودع مبالغه في البنك المركزي بحساب وزاره الماليه. وهكذا لابد ان تكون ايرادات النفط الاقليم كذلك يودع في حساب وزاره الماليه، وعلما ان ال 400 الف برميل نفط لو تصدر بشكل كامل طيله 365 يوم طيب سوف لا تكون نتائجها اكثر من 10 تريليون دينار عراقي، بالرغم من ان الموازنه التي خصصت حصه اقليم كردستان 12.67% اضافه الى حصتهم من بعض الايرادات الحاكمه او المصروفات الحاكمه تصل حصه اقليم كردستان اكثر من 20 تريليون. فنحن نقول ان السياق الطبيعي ان تصدير النفط يتم تحت نظر الحكومه الاتحاديه، وزاره النفط ممثله ب شركة سومو، والإيرادات تدخل في البنك المركزي ثم يتم تحويلها إلى إقليم كردستان، ويضاف عليها حصة إقليم كردستان خلال أشهر السنة، وهذا هو المتفق عليه. ولكن الأخوة في إقليم كردستان لديهم اعتراض على هذه الآلية، والأخوة في اللجنة المالية أكدوا على الإيرادات غير النفطية للمنافذ الحدودية، وهذا شيء طبيعي مثبت في الموازنة. وهناك نقطة كذلك أضيفت بخصوص رواتب موظفي إقليم كردستان الذين استقطعت من رواتبهم في السنوات السابقة بعنوان ادخار إجباري، مما أدى إلى ضغط على موظفي إقليم كردستان. فكان مادة واحدة من فقرات المادة 13 ان على اقليم كردستان، او المادة 14 على اقليم على حكومة اقليم كردستان ان تسدد لموظفي الاقليم هذا الادخار الاجباري بنسبة 10% من رواتب الموظفين بشكل تدريجي حتى يستوفون ما ادخروه طيلة الفترة السابقة. نعم. وهذا ما أيده الأخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني والأعضاء اللجنة المالية 24 عضو، فقط عضوين من أعضاء هذه اللجنة من الحزب الديمقراطي اعترضوا على هذه التفاصيل طيب. وهذه الآلية التي ثبتت في المادة. الشكر الجزيل لك عضو اللجنة المالية النيابية سيادة النائب معين الكاظمي، كنت ضيفا كريما عبر الهاتف، شكرا لك. أعود لك سيد هادي، وفقا للمعطيات اللي سمعتها، المعطيات الاقتصادية أيضا والسياسية الموجودة بالبلاد، هل يمكن سيد هادي إنتاج موازنة مرضية للجميع؟ نعم، شكرا جزيلا. ليس بالضرورة أن يكون هناك رضا كامل، ولكن على الأقل أن يكون هناك نوع من القناعة بأهمية تمرير هذه الموازنة لحسابات مرتبطة بحاجات الناس وتنمية الأقاليم، وكذلك تلبية متطلبات الاستثمار في العراق ودخول الشركات الأجنبية، خاصة وأن العراق الآن يتطلع إلى علاقة مختلفة مع العالم في مجال الكهرباء والبنى الاستثمارية الأساسية، وكذلك المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي لم نشرع بها حتى اللحظة. كل ما يجري في العراق في الواقع هو مرتبط بمحاولة تأمين رواتب الموظفين وتأمين الغذاء. العراق يصرف العديد من الأموال من أجل تأمين المواد الغذائية التي تصل من الخارج، ويحاول فعل ذلك مع شركات يعني تورد المواد الغذائية من الخارج و تؤمن حاجة المواطنين من البطاقة التموينية، وكذلك محاولة زيادة هذه الأموال التي تخصص لاستيراد القمح واستيراد المواد الغذائية الأساسية، وذلك أمر ضروري بالنسبة للحكومة العراقية، لأن تأمين الغذاء يهدئ الشارع ويجعل المواطن على قناعة بأن هنالك خطوات إيجابية تقوم بها الحكومة والجهات الساندة لها. الذي يجري الآن هو ضرورة أن تؤمن الموازنة الحاجات الأساسية كما قلنا، يعني مثلا العراق بحاجة إلى الكهرباء، والعراق بحاجة إلى الماء، والعراق بحاجة إلى
توظيف الناس وتشغيلهم. يعني اليوم مثلا كان هنالك اطلاق منصه لمجموعه من الشباب، وهذه المنصه تستهدف عشرات الالاف من الشبان العراقيين بدعم لا اقول مالي ولكن على الاقل بدعم لوجستي من الحكومه من جهات معينه. مجموعه شباب يديرون هذه المنصه، الغرض منها هو تطوير وتنميه قدرات الشباب وتهيئه الظروف الملائمه لهم لكي يقدموا ابداعاتهم الذاتيه من اجل الاستثمار، من اجل البناء، من اجل تقديم المشاريع، وعدم اعتمادهم على القطاع الحكومي، اعتمادهم على التوظيف من خلال القطاع الخاص من خلال الاستثمار. نحن الآن في العراق بحاجة إلى القطاع الخاص، بحاجة إلى الاستثمار، بحاجة إلى الابتعاد عن الرعاية الأبوية للدولة، لأنه ذلك يرهق كأهل الدولة. عندما يكون كل العراقيين يطمحون في التعيين، كل العراقيين يرغبون بالحصول على رواتب من الدولة، بالتالي لا تستطيع الدولة تقديم الخدمات للمواطنين، لأنها ستقدم لهم رواتب فقط وينفقونها على الطعام وعلى الشراب وعلى الملابس وعلى العلاجات الصحية وعلى يعني متطلبات الانترنت والمولده الكهربائيه، وهذا امر معيب في الواقع لحاله لا نريد لها ان تستمر، نريد للكهرباء ان تكون كهرباء دوله، كهرباء مؤسسات سواء كانت من قطاع خاص او من قطاع عام، لكن ان نبتعد عن المولدات، نبتعد عن هذه المولدات التي ترهق كاهل المواطن وتشوه البيئه وتشوه مناظر المناطق بنفس المواد الكهربائيه وكذلك الاسلاك وغيرها والاعمده. نريد للدولة أن توفر الكهرباء، ولكن نريد للدولة أن تعتمد القطاع الخاص، تعتمد الاستثمار، تعتمد الشركات. يكفي أن نعتمد على الدولة في كل شيء، وبالتالي نرهق الدولة ولا تستطيع الدولة توفير الأموال الكافية مثلا لجلب الشركات العالمية وللاستثمار في قطاعات مختلفة. هذا صعب. لذلك الآن نحن بحاجة إلى أن ندعم الدولة العراقية وأن ندعم الحكومة العراقية في إجراءاتها، وأن لا نسمح للخلافات بأن ترقى إلى مستوى التدمير و تعطيل حركة النمو، تعطيل الموازنة تماما، تعطيل عمل البرلمان، تعطيل عمل الحكومة، تعميق الخلاف بين المكونات، تعميق الخلاف بين السياسيين، تعميق الخلاف بين الأحزاب. نريد للعلاقة أن تكون مستمرة ودائمة ومتوازنة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية بين المكونات الأساسية. ويبدو أن الخلاف كبير إلى درجة مقاطعة يمكن الجلسة أو طبعاً هذا الخلاف. دعني أنتقل بسؤال أخير إليك سيد أحمد. إقليم كردستان أعلن أنه لا يلتزم بالتغييرات اللي أدخلتها اللجنة المالية، ووصف بأنه أو أن هذه التغييرات تتنافى مع الاتفاق الموقع بين حكومتي بغداد وأربيل. لكن تعتقد أن هذا الخلاف حول بعض بنود الموازنة 13 و14 ممكن تلافيه؟ ما تتحدث عنه حضرتك استاذ بشار هو البيان الذي صدر حكومه اقليم كردستان، وانا قلت لحضرتك هناك تباين في موقف الاحزاب السياسيه التي لها تمثيل في البرلمان العراقي. يعني انت تتحدث عن حزب الديمقراطي، الاتحاد الوطني، جماعه العدل، الاتحاد الاسلامي وحركه الجيل الجديد، لذلك هناك نوع من يعني هناك 60 مقعد للقوى الكرديه، ربما سنشهد في موازنه تباين في المواقف، يعني ربما هناك من يحضر، هناك من يحاول ان يشكل يعني مثلا حتى لا يكتمل النصاب القانوني للجلسه، يعني يعني غدا سنكون امام تصويت للموازنه وهناك لمسات اخيره لها، ولكن ربما يعني مثلا يحدث نوع من التاخر او محاوله احطاء 48 ساعه او فتره معينه حتى يتم يعني مثلا الوصول الى حلول مرضيه، ولكن ايضا سيناريو التمرير وارد، لذلك عندما تتحدث عن القوى الكرديه فهناك قوى متباينه، هذا الموقف تتحدث عنه موقف حكومه الاقليم، ولكن كاحزاب وقوى كرديه لها تمثيل البرلمان العراقي ربما سيكون هناك البعض سيشارك في التصويت على الموازنه وربما البعض الاخر سيكون مقاطعا. يعني ممكن الاتحاد يخرج عن هذا الاجماع ويحضر هذه الجلسه؟ بالنسبه للاتحاد ممكن ان يحضر الجلسه؟ بما يعني حسب المعطيات يعني بما انه عضو اللجنه الماليه للاتحاد الوطني في اللجنه الماليه وقع على مسوده المقترحات وايضا رئيس الوطني للبرلمان العراقي، لذلك حسب المعطيات يعني الاقرب هو المشاركه، ولكن سننتظر الساعات القادمه لان نحن بانتظار قرار من رئاسه الاتحاد الوطني الكردستاني، لذلك الحديث سابق لاوانه ولكن المعطيات ربما ستكون المشاركه. انا قلت لحضرتك سيكون هناك تباين في القوى السياسيه الكرديه، لن تكون يعني ستكون هناك اختلافات في المواقف سواء بالمشاركه او عدم المشاركه في الجلسه. الشكر جزيلا لكم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني سيد أحمد الهركي، كنت ضيفا كريما عبر سكايب، والشكر جزيلا لكم الكاتب والصحفي الأستاذ هادي جلو مرعي، كنت ضيفا كريما، شكرا لكما. ومشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بصوت وصورة من بغداد، عضو ائتلاف دولة القانون الشيخ حيدر اللامي. أهلا بكم سيد حيدر، وكذلك الترحيب بمدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل، ينضمنا مباشرة عبر سكايب من عمان. أهلا بكم دكتور. أبدأ معكم فضيلة الشيخ، هذا التصرف من المملكة الهاشمية الأردنية على ماذا ينطوي من وجهة نظركم؟ ما هي دلالات حزب محظور منح العمل السياسي الحر على أراضيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليك وعلى ضيفك الأخ المحترم وعلى جميع المشاهدين والمشاهدات. واقعا تفاجأنا بأن هذه الرخصة التي أعطتها المملكة العربية الهاشمية في قضية الحزب البعث المحظور الذي لطالما كان عدوا للشعب العراقي وكذلك عدوا للمنطقة، ورأينا كيف كان العراق يعيش تحت ظل هذا البعث الهدامي الذي ليس لديه توجه ولا فكر غير قمع الشعب العراقي وهدر ثرواته وقتل علماء وأبناء وتهجيرهم. هجر ملايين العراقيين قصرا وقتل وحروب، وكذلك وجدنا تأثيرا على المنطقة من خلال جلب حتى قوات الاحتلال إلى أرض العراق من خلال قرارات هذا الحزب الفاشي الذي أراد أن يكون هناك حزب واحد، رأي واحد، عائلة واحدة، كلمة واحدة بعيدة عن كل البعد عن أي توجه إنساني. لذلك تفاجأنا من المملكة العربية الهاشمية التي لطالما تأثرت من قضية الوجود حزب البعث، وأنا أذكر حتى في عام 91 إنها اشتركت في عاصفة الصحراء هسه بشكل أو بآخر ضد هذا النظام المقبور عندما قام بإحتلال دولة الجارة، لذلك وكذلك قصف مكانات بالصواريخ للدولة للمملكة العربية السعودية، وكذلك الحرب العبثية التي أقرت الأمم المتحدة إن حزب البعث ونظامه هو من قام بالاعتداء على الجمهورية الإسلامية وألزمت العراق بتكاليف وخسائر تلك الحرب التي ذهب ضحيتها الملايين من الشباب، وكذلك الوجود كثير من الأضرار الكبيرة التي أضرت بالشعب العراقي التي لا حصر لها. لذلك أعتقد أن الأخوة في المملكة العربية الهاشمية عليهم أن يفكروا مليا أن هذا القرار هو مخالف لمبادئ الجامعة العربية في وجود حزب هو محظور في العراق. ما الفائدة من هذا الحزب الذي أعطوه إجازة غير أن يكون على العراق وبالا؟ هو محظورا في العراق ومرفوضا من العراق جملة وتفصيل. لذلك العجب كل العجب من ذلك، فعلى وزارة الخارجية العراقية استدعاء السفير الأردني والمباحثة والسؤال عن ماذا يدور في خلد الأخوة في المملكة العربية الهاشمية الأردنية. رحب بك مرة أخرى دكتور فيصل، باعتقادك هل هناك مبررات لأن يخشى العراق هذه الإجازة لتأسيس حزب أو منح حزب البعث في الأردن إجازة لأن يمارس عمل السياسي في المملكة بحرية؟ نعم، شكرا جزيلا وتحية لضيفك الكريم. أنا أعتقد لا يوجد أي تهديد للأمن الوطني العراقي أو للعراق عبر وجود حزب البعث في الأردن اللي هو حزب أردني ولا يضم سوى الأردنيين حصرا، وهذا الحزب موجود من بعد الحرب العالمية الثانية، وأيضا أجيز عام 1993 عندما أجاز جلالة الملك حسين وجود الأحزاب في المملكة. سابقا كانت غير موجودة الأحزاب بالمعنى الرسمي، بعد 92-93 أصبحت الأحزاب السياسية الشيوعيين القوميين الإسلاميين حزب البعث في حينها الأردني مجاز، وبالتالي ينشط ولديه مقار منذ أكثر من 30 عام. ما حصل قبل أيام هو تعديلات حصلت على قانون
الأحزاب في المملكة الأردنية الهاشمية في مجلس النواب، وبالتالي مارست الدولة ووزارة الداخلية دور في ما يمكن أن نسميه القياس والسيطرة مدى انطباق القوانين والتعليمات والضوابط على شرعية أو عدم شرعية هذه الأحزاب. فبالتالي عبر اجتماع يحضر القاضي وتصير انتخابات، حصل هذا المؤتمر طبقا للقانون وتم إجازته طبقا للقانون. يعني وبالتالي هذا الحزب هو حزب أردني وليس حزب عراقي، ولا يحق لهذا الحزب أن يتدخل بالشؤون السيادية للعراق. طيب. ولا يتدخل بالشؤون العلاقات الأردنية العراقية. الملك المملكة الأردنية قبل أيام في قمة المملكة العربية السعودية، القمة العربية في جدة، تحدث بوضوح أن لكن إذا تسمح لي دكتور غازي، العراق هو جزء من الأمن والاستقرار في المملكة الأردنية الهاشمية. إذا تسمح لي دكتور غازي، حزب البعث هو أردني كبرى، لكن من ضمن جدا، وبالتالي إذا تسمح لي، المملكة حريصة على أمن واستقرار العراق وحريصة على تطور العلاقات الاقتصادية والسياسية. طيب والاجتماعية بين البلدين. من ضمن أيديولوجيات وأدبيات حزب البعث العربي الاشتراكي، سواء كان عراقيا أو أردنيا أو سوريا، هو حزب ذات طبيعة قومية. هناك قيادة قطر موجودة، وهناك قيادة قومية، هناك الكثير من يعني رؤوس حزب البعث المقبور العراقي موجودين في المملكة الأردنية. ما ممكن أنه يكون هناك تنسيق واحتضان لهذه العناصر؟ أبدا إطلاقا لا، غير مسموح. القانون الأردني لا يجيز أن يتواصل عراقي أو لبناني أو غيرها مع حزب أردني، ولا يحق للعربي عراقي أو مصري أو لبناني أو سوري في الأردن من تأسيس جمعية أو اتحاد أو منظمة أو حزب. هذه مسألة يعني لا يمكن مناقشتها، وهي موجودة في أغلب الدول العربية. وبالتالي هذا الحزب، نعم هو اسمه حزب البعث الأردني، نعم هو يحمل الأفكار، لأن هذه الأفكار قديمة. يعني ونتذكر أن يعني الرماوي هو من قيادات الحزب في الخمسينات والستينات، الرزاز منيف الرزاز أيضا أردني، هناك قيادات فلسطينية، هناك قيادات في المقاومة الفلسطينية. فإذا ارتكبت القيادة في العراق أخطاء وارتكبت انتهاكات في العراق، هذا لا يجوز أن ينسحب على ناس ينتمون للحزب في الجزائر مثلا، أو في تونس، أو في السودان، أو في اليمن، أو في الأردن، أو في لبنان. أكيد الاتجاهات مختلفة، ولا تتحمل هذه التنظيمات طيب. مسؤولية الأخطاء التي ارتكبت في القطر العراقي في حينها. يعني واضح. أعود لك سماحة الشيخ، شنو هالحدية هاي موقفكم من المملكة الهاشمية، لأنها منحت قليل من الديمقراطية بتأسيس حزب حتى إن كان محظور في بعض البلدان أو أضر بعض البلدان العربية أو الإسلامية. علاقة العراق جيدة بسوريا، وهي من يمكن أقوى حزب بعث موجود بها حاليا. لا عفوا، قد يعني أنت أشرت إلى نقطة مهمة جدا وجوهرية، هي أنه حزب البعث هو حزب عربي قومي، وكان حزب البعث ممارساته حتى في عدة دول تدخل في قضايا تخص السودان، قضايا تخص الكويت، قضايا تخص حتى في الجمهورية الإسلامية وفي الأردن وفي سوريا. كثيرة من الأمور تعدت حدود التعامل حزب البعث. حزب البعث لا يتوقف لديه أيديولوجية وفكر وتوجه. يعني اليوم قد أنه لا يسمح للعراقي بالأردن بالترشح إلى البرلمان أو إلى وزارة، لكن هذا العمل يكون مخفيا في دول أخرى. العراقي سوف يكون هناك انتماءات والعمل في داخل العراق. نحن خبرنا حزب البعث وعرفنا حزب البعث كيف هو عمله في داخل العراق أو في خارجه. لذلك توجهات حزب البعث
لا تنطوي ولا تكون في مكان. ونحن نعلم والجميع يعلم أنه هناك قيادات كانت من حزب البعث موجودة في المملكة الهاشمية، إلى الآن لديها تحركات مريبة في العراق وتوجهات، حتى أنها دخلت بأحزاب مختلفة تحت مسميات مختلفة. أما أن تكون هذا الاسم بشكل مباشر في الأردن المجاور للعراق في تلك في هذه المرحلة الحرجة، نعم نحن نتوجس من وجود اسم هذا الحزب كونه يتدخل في هذا في الأردن صغيرة وكبيرة، وهو حزب قومي. هذا نقطة مهمة، حزب طيب. قومي لا يؤمن بالحدود بين العراق والأردن وسوريا والخليج. طيب هي مو نفس الأفكار موجودة عند حزب البعث في سوريا، ليش العراق علاقة طيبة بسوريا حاليا؟ لا عفوا، هناك فرق بين حزب البعث اليساري الموجود في سوريا وحزب البعث الذي القومي الموجود الآن في الذي يتعامل معه الأردنيين والقيادات الحزب البعث الموجود في الأردن. لذلك نحن نتوجس من هذا الأمر، وهناك كلام وتصريحات لبعضهم أنهم عائدون بطريقة أو بأخرى. لذلك نحن نقول كما قال السيد المالكي: سوف نجعل من أجسادكم تأكل الكلاب في الشوارع إذا أراد هذا الحزب يفكر مجرد التفكير بالعودة إلى العراق. طيب أعود لك دكتور فيصل، الكثير من الدول العربية والإسلامية أضرها البعث كثيرا، وبالتالي يعني قرار الجارة بإعادة هذا الحزب أو إحياءه أو منح إجازة عمل سياسي حر يمكن وصف بالسلبية، ولا يقتصر الموضوع على العراق بل قد يمتد إلى دول أخرى علاقتها طيبة بالأردن، هل ممكن أن تتضرر؟ نعم، يعني أنا لا أعتقد أن حدود نشاط الحزب حزب البعث الأردني سيمتد إلى خارج هذه الحدود على الإطلاق، لا. وحتى هو دوره ونشاطه في الأردن محدود، يعني على الرغم أنه من عمره طويل في المملكة. أيضا لا ننسى أن هناك فرع آخر في الأردن يرتبط بالقيادة السورية، وفرع آخر أيضا إلى خصوصية مختلفة. اليوم حزب البعث يعني لا يقدم على صعيد العالم العربي حزب موحد وقيادة قومية متماسكة وقدرات وأمكانات مادية وسياسية وأقطار ودول وغيرها. اليوم حزب البعث في وضع يعني لا يحسد عليه في الأقطار العربية، يعني اليوم في السودان هو جزء من جبهة عريضة جدا، وفي اليمن منقسم، وفي تونس محدود، وفي الجزائر محدود جدا، وفي مصر لا يوجد، وفي دول الخليج العربي غير موجود، وفي السعودية في الأساس غير موجود، في لبنان محدود. إذن يعني تهويل مخاطر عودة حزب البعث أنا أعتقد بها مبالغة كبيرة جدا، إضافة أنه عند الحديث عن قيادات بالأردن أغلب هذه القيادات الموجودة اليوم طيب. تجاوزت الثمانينات 80 و 85 عام بالضبط. إذا تسمح لي قطعك دكتور، يمكن كان هناك اجتماعات لا يمكن التعويض سبق هذا الإعلان دكتور، إذا تسمح لي سبق هذا الإعلان اجتماعات عقدتها السفارة الأمريكية مع قيادات بعثية عراقية في عمان، بإمكانها أن يحقق تحولات جدية حقيقية طيب دكتور. في تطور النظام السياسي في العراق وليس الانقلابات طيب. ذكرت أن هذه القيادات البعثية العراقية كبار سن أغلبهم، لكن هذه القيادات من كبار السن كان لهم اجتماعات قبل مدة قصيرة جدا مع السفارة الأمريكية في عمان. أمريكا ممكن أن يكون لها يد بإعادة إحياء حزب البعث؟ شوف، أنا قرأت هذا التقرير أمس أو اليوم، يعني أنا أشك بهذه التقارير تماما. ومن سنوات وإحنا نقرأ عقد اجتماع في السفارة الأمريكية، إجا شخص من أمريكا، بأمريكا صار اجتماع. أنا أعتقد هذا كله تهويل. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم موجودة في بغداد، في قلب بغداد في العراق، تمتلك قدرات عسكرية اقتصادية، السفيرة تتحرك كما تشاء ده. يعني فما هي حاجة السفارة الأمريكية في عمان أو غيرها من الدول حتى تلجأ لبعض القيادات اللي ما أصبح اليوم لها أي دور حقيقي في الحياة السياسية العراقية؟
يعني فبالتالي اليوم حتى أمريكا إذا تبحث عن شخصيات أو وجوه أو أحزاب طيب. هناك وجوه كثيرة اليوم بمسرح وضحت الفكرة العمليات السياسية والحياة. شكرا لك دكتور وعذر لضيق الوقت، خلينا نسأل شيخ حيدر سؤال أخير إذا تسمح لي دكتور. شكرا لك دكتور، تعتمد على أشخاص. شكرا دكتور، شكرا لك، عذرا لضيق الوقت. سؤال أخير وجواب مقتضب إذا تسمح سماحة الشيخ. السيد المالكي أكد أن هذه الأعمال تعد رأس الفتنة، وهناك محاولات لإحياء حزب البعث المحظور، وسنتخذ موقف إزاء هؤلاء الأشرار. ويعني الحكومة العراقية ماذا مطالبة حاليا، وأي موقف يجب أن تتخذ تجاه الحكومة الأردنية، وهناك تعامل كبير مع الأردن ومساعدات عراقية اقتصادية كبيرة للأردن؟ تفضل. يعني العراق منذ الثمانينيات، وعلى ما أذكر أنه وقف وقفات مشرفة مع الجارة الأردن، وحتى هذا اليوم في كثير من الأمور، يعني ضيق الوقت لا يسع أن أتكلم بها. نعم، لكن وجود حزب البعث في هذه المرحلة ولديه كثير من الأخطاء التي جرت على أرض العراق، ولديه كثير مثل القيادات التي تكلم عنها أنه تجاوزت 80 عاما. نعم. التجاوز 80 عاما لا يعني أنه قد تقاعد سياسيا، لا، سوف يكون هناك خبرات وعمل في العراق وفي خارجه. لذلك إذا حركت السفارة الأمريكية ومن معها هذا الأمر، فإنها تعتبر هذه الورقة التي بيدها من أجل الإخلال هنا وهناك، ونحن له بالإرصاد. طيب. على الحكومة العراقية. نعم. البعث الاستدعاء السفير الأردني وتوضيح ما موجود من هذه الإجازة. شكرا جزيلا لكم الشيخ حيدر اللامي، عضو ائتلاف دولة القانون. شكرا لك، والشكر جزيلا لكم مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل، كنت ضيفا كريما عبر سكايب. والشكر موصول لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.